كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يمدح ولادة الإناث، بل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بشر بأنثى فقال: إنما كان الأنبياء هم آباء البنات. وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جمع ممن كان قبله من الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام مثنيا على من يربي الأنثى ويعتني بها، قال: من عال جاريتين، يعني من اهتم وربى جاريتين بنتين، من عال جاريتين حتى تبلغا كن له حجابا من النار. فبين صلى الله عليه وآله وسلم فضل ذلك. وفي رواية قيل: يا رسول الله وواحدة؟ قال: وواحدة. وكان السلف رحمهم الله تعالى يؤكدون على مثل ذلك، ويعتبرون ولادة البنات والقيام عليهن عملا صالحا يدخل صاحبه الجنة.